السلام عليكم، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. جاك مقطع جديد اليوم، اتركوا على لعبه باص سيميليتر اندلسيا. طبعا اليوم بمقطعنا هذه يا جماعه الخير جايب لكم مود حافله او باص مثل ما شايفين قدامكم، اللي هو نيسان كافيليان. طبعا مثل ما شايفين يا جماعه الخير، هذا هو الباص اللي معنا، ان شاء الله يعجبكم. طبعا رابط تحميل تلاقوه صندوق الوصف يا جماعه الخير، يلي ما بيعرف شلون بحمل التطبيق او بحمل المود هذا. هلا راح اورجيكم شلون بتحملوا المود. طبعا يا جماعه الخير شوفوا لنا على الوضع، شوفوا لنا على الترتيب. الله يبعث الخير، كان عم تنزل مطر مثل ما شايفين. طبعا شوفوا لنا الباص، الدركسيون فيه يساري يا جماعه الخير وليس يميني، يعني مظبطكم يا جماعه الخير. فيلي ما زبطني لحد الان حطنا لايك، دعمنا الوضع يعني مشان نظبطكم في مودات جديده راح ننزلها. طبعا يا جماعه الخير بهالمقطع راح نجرب المود، اخذين معنا توصيله هلا اللي شايفين قدامكم هنيك، راح نوصل الرحله وناخذ جوله فيه ونورجيكم شلون بتحملوا المود. ان شاء الله يعجبكم المقطع. فلذلك يا جماعه الخير قبل ما نبدا المقطع، سمو نصر حبيب محمد عليه الصلاه والسلام، ودعموا لنا المقطع باللايك واشتركوا بالقناه اذا مشتركين، وتفعلوا زر الجرس لتصلكم كل جديد، وبترككم على المقطع مشاهده ممتعه. طبعا يا جماعه الخير اول شيء راح نبدا، طبعا مثل ما شفتوا الشكل الخارجي هذا هو. طبعا بالنسبه للشكل الداخلي هلا راح اورجيكم شلون تدخلوا او بتشوفوا الشكل الداخلي. طبعا راح نركب بالباص، هي مثل ما شايفين يا جماعه الخير الباص عندنا من الشكل الخارجي. راح ندخل، هاي الشكل الداخلي يا جماعة الخير، شوفوا لنا الوضع شايفين. طبعا بتفتح البواب، تفتح كل شيء شو بدك، حتى غطى الخلفي من ورا مثل ما شايفين قدامكم بتقدروا تفتحوه مثل ما شايفين من هون. هذا الباجاج. طبعا يا شباب خلونا نشغل بسرعة ونشوف شلون صوت الباص. طبعا اغلبكم يعرف هذا الباص يا جماعة الخير، موجود عندنا بالشرق الاوسط كتير كتير. فهي الدركسيون، طبعا الدركسيون فيه شيء يعني نظامي مظبطكم اليوم، ان شاء الله يعجبكم المود. خلونا نشغل اول شيء يا جماعه الخير، بسم الله. كيف الصوت؟ طرب طرب الصوت، طرب عن جد. هاي الشكل الداخلي يا جماعه مثل ما شايفين. طبعا بتقدر تشغل هدول، تفتح هدول تبعات الشمس شمسيات، ترجع توقفهم. طبعا هدول الشغلات كلهم موجودات، يعني بتقدروا تستخدمون يعني في بيظهر لك ازرار الواحد اثنين ثلاثه والابواب وهالشغلات هي، بتقدروا تستخدمون جربوا هالشغلات هي. فخلونا نمشي بسرعه مشان ما نطول عليكم. خلونا اول شيء نسكر الباب اول شيء يا جماعه الخير. طبعا هذا الباب راح نسكره هلا، هيك سكرنا يا شباب، سكرنا الباقي ولا لا؟ سكرناه هون. طبعا يا شباب خلونا اول شيء نطفي المساحات، بما انه خلص المطر. خلونا ناخذ التوصيله، يلا يا جماعة الخير الكلير كاب، وأهم الشيء تحاسبونا يا جماعة الخير، الكل اللي حيسبنا يا جماعة الخير. هو هذا ما بيعرف يطلع شايفين يا شباب. طيب يا جماعة خلونا نمشي بسرعة مشان ما نطول عليكم، شوفوا لنا الوضع يا جماعة الخير. هي صورة الزمور، تحسن تلطش بالضوء كمان، تغمز في الضوء. طبعا طريقنا من وين كان؟ وين كان طريقنا يا شباب؟ يا جماعة طريقنا من هون على اليسار مثل ما شايفين. هاي الباص تبعنا، لطش بالضوء شايفين. شو قصة المساحات يا اخي طفيهم. طيب يا جماعة طريقنا من هون، رح نشوف هلا كم موقف موجود ونظبطهم. طبعا يا جماعة الخير بالنسبة ل طريقة التحميل، طريقة التحميل كتير سهلة. هلا رح ناخذ جولة، ومن خلال الجولة اورجيكم شلون بتحملوا المود. خلينا ندخل الشكل الداخلي نشوف شو الوضع. شو هالقصة هون؟ شو هالمامة جاي؟ معلم يا معلم يا اخونا شايفين؟ وقت بتعصوا هيك عصوة مالكم غير تخبطوا وتكسروا بيمشي الحال. وين هلا طريقنا؟ المشكلة الباص ما فيه جي بي اس، ما عم نعرف وين الطريق، ولحد الان ما شفت وين ال شو اسمهم المواقف شايفين. اسمعوا لي على الصوت الطرب. طبعا يا جماعه في كتير مودات، يلي ما شاف المودات السابقه شوفوهم. نزلكم انا من كم يوم نزلتلكم باص تويوتا، هو ميكرو باص يا جماعه، يلي ما شافوا ادخلوا شوفوه حملوه كتير حلو المود. طبعا اذا كان شفت الدعم حلو على هذا المقطع رح اظبط لكم مود ثاني كمان باصات، مود كثير حلو رح يعجبكم كمان. فبالله عليكم لا حدا يقصر معي، اللايك يا جماعه الخير لايك بيرفع المقطع. فورجونا نشوف شطارتكم في
خدام. طبعا يا جماعة الخير بالنسبة للتحميل، طريقة التحميل بدخل أول شيء على صندوق الوصف. طبعا بس دخلت على صندوق الوصف مباشرة بتروح على رابط مكتوب جنبه تحميل المودات، طبعا بتضغطوا عليه مباشرة بياخدكم للفيسبوك. طبعا الناس اللي ما عندهم فيسبوك معلش بيفتح عندهم الرابط بشكل طبيعي، بيفتح عن طريق الكروم أو الجوجل، يعني عرفتوا كيف؟ يعني حتى ولو كان ما عندك فيسبوك يفتح لك الرابط، طريقة كتير سهلة يا جماعة. فبس من رحت مباشرة على الرابط دخلت عليه بيفتح عندك مثل ما شايفين قدامكم، بس من ضغطنا عليه مباشرة بيحولك لواجهة تطبيق او موقع شير مودز. تمام يا جماعة، بس من دخلتوا على هاي الواجهة مباشرة تنزلوا لتحت بهالشكل بتلاقي في شيء اسمه كرييت داونلود لينك. تمام يا جماعة، بس من ضغطتوا عليها ضغطة واحدة مباشر بجوز يفتح عندكم اعلانات، ترجعوا انتم للصفحة الأبلة بتعد تقريبا شيء 10 ثواني تقريبا تنتظروا العد لبين ما ينتهي. طبعا بس من خلص العد لا اما بيحمل لحاله اوتوماتيكيا لا اما بيظهر لك ستارت داونلود وهيك بتحمل المود. تمام يا شباب، هلا الطريقه مثل ما شايفين عم نحمل نحن، فنحن نضغط مباشره على ستارت داونلود بهالشكل نرجع مباشره نرجع على الصفحه الأبلة. طبعا بيفتح لك اكثر من صفحه، انتبهوا بهالشغله، مباشر رجعوا للصفحه الأبلة مباشره بتلاقي في شيء اسمه عم يتحمل من فوق وهيك تحمل المود، تم تنزيل ملف واحد. تمام يا جماعه، طريقه التحميل كتير سهله ما فيها اي صعوبه، مباشر بس من فتح لك اكثر من صفحه صفحات اعلانات او هيك ترجع انت للصفحه الرئيسيه تبعت المود. تمام، هي هي الشغله كلها، مباشر مثل ما شايفين تحمل المود. مباشره بننتقل للرابط الثاني اللي هو تطبيق زد ارشفير، بتحملوا الرابط او بتحملوا التطبيق اللي هو زد ارشفير اللي شايفينه قدامكم. طبعا يا جماعه الخير هذا التطبيق هو مدير ملفات وهو فك ضغط او بفك لك ضغط الملفات اللي عم ننزلها. طبعا رح نضغط عليه بهالشكل، بس من ضغطتوا عليه بهالشكل بفتح عندكم بهي الواجهه هو مدير ملفات يا جماعه. مباشر بنروح على قسم الداونلود، بعدين بتلاقي شيء المود قدامك، طبعا مثل ما شايفين قدامكم نيسان. طبعا بنضغط عليه بهالشكل مباشر تعمل له عرض، بتشوف المودات الموجوده فيه طبعا او بتشوف الملفات. طبعا بفتح لك صوره وبفتح لك ملف اللي هون اللي باللون الابيض، نضغط على الملف اللي باللون الابيض مباشر تعمل له نسخ، مباشر بتروح تضغط على الملف يلي محطوط عليه سهم بالاخضر بتضغط عليه بحط لك رجوع. طبعا بتروح للملف او للملفات تبع اللي منزل عندك بالجوال، مباشر بتروح على ملف اسمه بوسيد. تمام يا جماعه، هذا هو الملف، بس من ضغطنا عليه بهالشكل يفتح لك اكثر من ملف مثل ما شايفين قدامكم. في عنا ملف اسمه مودز اول واحد، نضغط عليه بهالشكل وهيك بتعمل له لصق، بس عملت لصق مباشر بينزل عندك المود في اللعبه بالجراج. تمام يا جماعه، الطريقه كثير سهله ما في اي صعوبه. طبعا انا شارح كثير على هالملفات هي وعلى هالتطبيق هذا، فيلي ما شاف المقاطع السابقه بتشوفوا كل المودات فيهم طريقه شرح، يلي ما شاف يعني اهم شيء تعمل هذه الطريقه وكثير سهله. طيب يا جماعة الخير هي مثل ما شايفين قدامكم طريقة التحميل كتير حلوة وكتير سهلة، يعني ما في أي صعوبة. طبعا هي ركبنا حمولات مثل ما شايفين، ركبنا ناس معنا ركاب، فخلونا نروح نشوف كيف رح نوصلهم. طبعا ما رح أوصل التوصيلة للأخير لأنه بيطول المقطع كتير، صدق الله يا جماعة الخير. بتمنى من الجميع يلي عم يجرب المودات يكتب لي بالتعليقات إذا كان عم يعجبوكم المودات ولا لا. طبعا في كتير مودات يا جماعة عم بفكر اجيب لكم اياها، بس اذا دعمتوا المقطع بنزل لكم اياه بتظبطوه، عن جد ما رح اقصر معكم ابدا. طيب يا جماعه الخير الله هيك، بتمنى يكون عجبكم المقطع لحد الان وما قصرنا معكم. من كل شيء وصل لحد هاللحظه هي وعجب المقطع، بتمنى منكم لا تنسوا تدعموا لنا المقطع باللايك واشتركوا بالقناه اذا ما اشتركين، وتفعلوا زر الجرس لتصلكم كل جديد. بتمنى منكم تشتركوا بالانستغرام والفيسبوك، بتلاقوا الحسابات بالوصف، ولا تنسوا كمان لحط لكم كمان رابط ديسكورد بتلاقيه بصندوق الوصف كمان. والله شباب بترككم بامان الله وسلام.